أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. تذكرون سفينة الإطار أيام الانسداد السياسي؟ يمكن هي نفسها صارت تستخدم بالانتخابات لأنها قوية وتتحمل بحيث ما يوقفها الأزمات الأمنية بين الفصائل والأمريكان، ولا حتى الدرونات والصواريخ اللي عادة تطير بسماء العراق، ولا اللي صار بجرف الصخر ولا بالدبس بكركوك، أو اللي ممكن يحصل في أي لحظة بين الطرفين. هاي السفينة ما يوقفها دعوات المقاطعة الشعبية اللي بدأت تتسع بين الصدريين أو من خلال الصدريين أو رفض والمدنيين والحركات الأخرى، وما يعطلها حتى المواجهة الصدرية مع حزب الدعوة واللي صار على مكاتب المالكي ببغداد وذيقار والنجف والبصرة. هاي السفينة ما يوقفها الخلاف السياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة اللي ممكن يتفكك بعد ضغط التنسيقي على الديمقراط الكردستاني والحلبوسي تقدم ومسألة رئاسة البرلمان. هاي السفينة قوية لأن الأمور تمام، وصار عندنا أكثر من 2 مليون مستفيد بالرعاية الاجتماعية، والحمد لله الفقر دا ينخفض بالعراق، والدولار مستقر، والخدمات فول، والشعب مرتاح، ويوم 18-12 سيشكل أهم رد على المشككين بأن هاي السفينة مو قوية. أهم شيء يا جماعة السفينة تمشي.